اهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل عدنا لكم ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله الفقره الاولى نالت اعجابكم ونرجع لكم ان شاء الله بباقي الفقرات. صفيه انا المويله كيفك؟ كان لنا نختار ان شاء الله عودوا استفادوا من اللي كان يقول الضيف، اخبار الجاليه واخبار امورهم باط، وان شاء الله جهات المعنيه تسامعتهم وتسمع لهم. ذاك سميرة شو حضرنا اليوم من المقاطع اللي حضر لكم مفاجأة غير ما أنا قايلتها لك. شنو هي؟ أنا قايلتها لك مفاجأة لك أنتم المشاهدين، ما نقدم لك مفاجأة. أنا الصلاة قلت لك عنها مفاجأة، عارفة عنها مفاجأة؟ أها أنا الصلاة لا ورطك بها لي أنا مفاجأة. لا شميت ريحتها قبل ولا شميت ريحتها خير المشاهدين يحكموا عليها المشاهدين. نشوف المشاهدين طالبين من المخرج يطلع عنا مفاجأة. داري أول لي Thank you.
بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل الشيق اللي طلعناه لكم اليوم. صافية سميرة طاعت. هذه مفاجأة ما هي معقولة، هذه ما هي معقولة، تبارك الله. إذا مات لخالق الله يمدحها، هذا جاكوار مات لخالق وذا الرقيص الزين العفو يمولي. شتي ضعف انها تقبض فارس صغيرة وتحزميها وتقوليها تقعد ترقص، ما هي ترقص لك، ما هي بالي ترقص لك هذا الرقص الزين زين. لا هي نعرف سميرة لنا حانيني حانيني ساوق المشاهدين. اشتميتي لينا نصيتي قبالة على المقطع زين. عندي هذا المقطع أنا تميت خامرس كيف ما قال المخرج، المخرج يقول عني يوتيوب بغى لا تعين فيا روح ولا شوف. اخترت هذا المقطع زين به لي ذي اللي ترقص في حال ان هي الفنانة معروفة توتوم تلميدح، وهي موجه لها تحية خاصة هي في القسم الفنيين في قسم المونتاج في قناة الموريتانية، وهي زوجة مشال مول احمد دول اللي ما يدح، وموجه لها تحيه خاصه من المباراه. تسمح لي بعد اني وخلت لها هذا الفيديو به اللي لفت انتباهي. ما هو معقول، ما هو معقول، وعلى ما تقدري تغني معها كانت ضركات اياها، صوتها رائع بشكل ما هو معقول. هي مولي من تلميذ من ترمدينه واعتزلت الفن ما نعرف لماذا. زين اخترت المقطع سميره هون جاوني ياس من الرسائل اللي على صفحتي الشخصيه في فيسبوك يسولوني هذا ما هو معقول، هي الطفيله باع رقاصه وطفيله رقص الاول رقص الاول شقوار قدي وذاك الشيء. هون جابوا ياس من العبارات والله لانها ماتت خارقه للاسف. وهذا برنامج صباح الوطن يحث انه يقرب البعيد اللي مات له خالق يعني اختيار ان شاء الله. صح مشاهدي الكرام ان شاء الله زين. لا تعين فيا روح ولا جف كيه المخرج وكيه صافيه اللي تعينوا فيا دائما. خليها لي يا اختي تنكتين شي يعني. زين انا نبقي لا شي دوك ونادروا شي زين تستفاد منه الناس وتعرف امي وتعرف الناس امي. يلفت الانتباه ويلفت الانتباه عن هذه انها الحمد لله مازالت الحمد لله عايشه وهي امي اللي داخله في هذا المجال سبقتنا احنا كاع له. هي ما شاء الله عليها موجهينهم تحيه خاصه. موجهينهم تحيه خاصه. نقضوا معنا مكان. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نطلع مولي المفاجأة مفاجأة الثانية يعطينا خيرها. ألو السلام عليكم. خيرها إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل أخي. ما كيف حالك تمشي؟ ما شاء الله فتبارك الله بخير الحمد لله. شو ماسياك لباس؟ انا لا اقول تقول تنهي رها المقاطع من تجبرهم. ما سمعت. ما سمعتك اخي المشاهد، اختاري اسوي لك المقاطع من تجبرهم. ذاك سر المهنه، سر المهنه، ماني نقول لك من اجبرهم، يعني نقول لك من تجبرهم يتم تقبضهم علي. لا كسر المهنه لا تم وانتم خارص صباح الوطنيه وتم يجيكم ذاك اللي يجيكم. ما سمعته؟ الو مشاهد؟ الحمد لله الحمد لله انك جبرتنا. شكرا لك اخي المشاهد على هذه المداخله، ونقبل مداخله ثانيه. شكرا لك جزيلا. شكرا. غير تقولي من التجمر ما قلت ما هي مولها البيت. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهدين قناه الوطنيه ومشاهدين صباح الوطنيه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. ما شاء الله فتبارك الله. حكيك لباس ما شاء الله عليك تبارك الله. شماسي ياك الخير خير ياك لباس عليك شماسي. ما الحرقه ما قدمناش ما سمعتها.
قطعت المكالمة صافية حاولي انك تقطع المكالمة. نشترككم معنا مكالمة بما انه الوقت قاع ما تلمس. الو السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. بخير الحمد لله. الو الو اخي المشاهد تفضل تعال الهواء مباشرة. حييكم البرنامج الجاي. الله يحييك شكرا. نقول لكم كيف؟ تفضل بي. صباح الوطنية. ايه. صباح العنبر والزهور. صباح الخير الصفية. يا سمير صباح النور. الله يسلمك. زين حد. الله يسلمك. هذا هذا تبارك الله. لا كل مخرجك يصفق لك ومن خلال هم اللي نحن. مرحبا الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا لك مشاهد على هذا القاف اللي قلت لنا. وفعلا سمير قلت قاطعي معه. هو ايش قال عقاب وشنو بعد في سمره قطعا وفي الظهر مره يذك مره يذك حنا نقوم اوكي ان شاء الله نقوم نكلم انا هدوء. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الضيف السابق هذا الضيف السابق هذا المقطع ان نختاروا نتصلوا به اتصال صعب جدا. ضيف السعودية كنا نختار ونطرح عليه مجموعة من الأسئلة عن الإقامة وظروف الإقامة وتمويل المساجد وتمويل المحاضر في موريتان وعمد وعمد المؤذنين والأئمة في منطقة الخليج العربي والكهود والشيوخ المتقاعدين لأنهم يحتاجوا لعمل آخر قاعدة في مجال مجيدين وقادرين على العمل وعندهم خبرات جيدة والعمل هون ما يتوصلهم ضيعت عندنا الفرصة نختاركم تعدلوا نظام الاتصالات عود تستقبلوا الاتصالات والرقم اللي تختاروا تتصلوا به والله شاكر تختار تتصلوا به طلعوا على الشاشة يتصلوا عليكم ولا ان شاء الله الارقام يطلعوا على الشاشة اخي المشاهد. شكرا شكرا لك شكرا جزيلا جزيلا تخصصوا عادناش راكم مذكورين عليه على كل حال. شكرا الترشيح المخصص مهم جيد. شكرا جزيلا الله واياكم امين ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا اخي الكريم على ما شاء الله المواضيع اللي طرقت لهم غير ان شاء الله يا ربي دور نسوي لهم بعدين ونعدل والله نستضافوا لكم مره واحده صح مره اخرى نقول وانا روايه عن المخرج عنه يطلع الارقام على الهاتف دائما من كل دقائق والله من كل ثواني يطلع الارقام وطالبه من المخرج عنه يطلع لي ذاك المقطع اللي الموالي. Thank you.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الوطنيه، عدنا لكم بعد هذا الفاصل اللي ما شاء الله مو معتاد. سميرة لا نقول لك انك نكات لقبورت هذا تبارك الله ما هو معقول ما شاء الله فتبارك الله. ايوا هما اللي فم ياسر من التراث، فم الرقيص الزين الحقيقي يمثل التراث، شبيهم وين اعتقد انهم يحرثوا وعندهم دافع والسلاح يدافعوا عن مستعمر وعن نفس الوقت رسموا لوحه فنيه ما هي معتاده بها. الحمد لله. صفيه تعطيني شوي نعرف المشاهدين على هذه الفرقه. هذه الفرقه سبينيات معروفه عندنا. وهذا الحفل فيديو معدل 1972 فروسو على ما اعتقد. بعد اللي من خلال البحث اللي عدلت اليوم معدل طبعا في مدينه تروسو، موجههم تحيه خاصه كانت قائده الفرقه. لهنا نزيدك شوي. هما تفضلي. هما محليين، هما راهم مالك مثلونا مثلوا الوطن خصوصا في المحافل الدوليه. المحافل الدوليه مثلتنا بزينه وباصالتنا وبتراثنا. الف تحيه شكر وبقياده الفنانه الكبيره المرحومه تشيشه من تبوبو وفرقتها ما شاء الله اللي معروفه. صافي نبقيك تصلي نسولك انا شي سؤال عن سبان ندر، نبقيك تشرحها لي شوي. اللي سمعتك الحلقه اللي عدنا مع الفنان الحضرمي والميد حموش تحيه خاصه خير. حسك طرحت لي سؤال قلت له علاش عودين قالهم سبان ندر. قال لي سولت والله سولتي انت سولت عن السبينيات. حسب ما فهمت انا من خلال الكلام الحضرمي انه قال سبينيات، قلت انا عنهم باطئ من رايي كانوا اسمهم منتسب على سبانندر جايين من ندر. سبانندر عقبت في خلال بحثي مع الوالده خليها لي ان شاء الله ان شاء الله والناس اللي باطئ اللي معرفه بذاك الموضوع تعرفوا قالوا عنهم سبانندر سبينيات اصلا حوالي قطو جاو من ندر ذيك الساعة موضة ملي عندهم بيدي. نحن كل زمن عنده موضة ويسمى على المكان جاي منه وهما سبينيات هذا كيف هذو فولارات جايين من ندر وعاتهم موضة ذيك الساعة في موريتانيا غير زمن قالوا عنه الاستقلال ولا ميسورات يجوا على الراس بالزينة ومعروفات هما تبارك الله السبينيات بالجمال ما شاء الله. لا تعيني بعد لا هنا قلنا معانا مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تحية طيبة. الله يحييك. الله يحييك. شكرا لك أخي المشاهد. الاسم الكريم والتحصل منين أخي المشاهد؟ تفضل. تقديم المتميز الرائع الأكثر مضايع متعطون الدوم. شكرا لك أخي المشاهد. متعطون اليوم بهذه الصور جميلة مكارية. شكرا. وأنا بعد الخصوص الكرتوني منطقتي. الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا أخي المشاهد. شكرا جزيلا. نقبل آخر مكالمة في هذه الحلقة. ألو السلام عليكم. الوقت مثلنا ياسر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبتي وسهرتي. مرحبا أخي. مرحبا بك ما شاء الله وتبارك الله. شو ماسي عندك هذا الفيديوهات اللي طلعنا في الفقرة؟ تفضل. يبدو أن ما شاء الله زينين تبارك الله. يبدو المتصل عنده تشويش. سميرة لهي نختموا الوقت مثلا منه يا زين. كلمة أخيرة تبقي توجهها صغيرة. موجهنا كلمة أخيرة للجميع جالياتنا اللي نتكلموا عنهم اللي في العالم ككل إن شاء الله يتيسروا أمورهم إن شاء الله من الأحسن الأحسن إن شاء الله. ونقول لهم هون عن جاتني رسالة في صفحتي أن ما ذكرنا جاليتنا اللي في الأنغولا ولا اللي في أوروبا. الكونغو ولا في أوروبا وجايهم إن شاء الله يا ربي دور نخضوا عليهم وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في هذه 2016 سنة ملانا إن شاء الله من المسرات والإنجازات إن شاء الله اللي ينفعونا نحن وينفعكم أنتم
وترجعونا ان شاء الله يا جماعه لنا شمنا وشمركم ان شاء الله. امين ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الوطنيه بقى لي وقت ونشكر فيه الضيف اللي كان معانا اللي ما شاء الله فتبارك الله شاركنا مشاركه جيده ونرجو ان شاء الله عن المطالب اللي قال هو وطلب عنها تتلبى ان شاء الله ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وياسر من شيء. وشاكر صافية اللي كانت معايا في التقديم وإعداد هذه الحلقة وشاكر المخرج الرائع سالم وللخليل وهذه تحياتي سميرة السماني دمتم في أمان الله إلى غد إن شاء الله وموضوع جديد.